تم إعادة تأهيل أكثر من أربعين ابتدائية في هذا السنة كان من ستة مدرسة في استكمال الأشغال قبل الدخول المدرسة بإذن الله تكون جاهزة وهذه العملية ركزنا فيها أساسا على الكتامة وعلى التدفئة المركزية وعلى التهيئة الداخلية والخارجية أيضا إعادة الاعتبار المدرس للمدارس، المطاعم المدرسية، هذه الجهود كلها تصب في تحسين ظروف التمدرس وتحسين النتائج ومستوى التلميذ.